ماذا؟ كيف ماذا؟ كيف ماذا؟ كيف ماذا؟ أين لماذا؟ أين لماذا؟ تلك هذه تلك هذه ذاك هذا ذاك هذا تعرف كيف وأين وماذا؟ أين وماذا؟ كيف ماذا؟ حتى تغدو صاحب علم ماذا ماذا؟ أين لماذا؟ فورا تابعنا يا هذا 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 كيف ماذا؟ حتى تغدو صاحب علم أين لماذا؟ فورا تابعنا يا هذا تعرف كيف وأين وماذا؟ ماذا ماذا؟ كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ اليوم هو عيد ميلادي وأنا سعيدة جدا به. لقد جاء ساعي البريد، رسائلنا كثيرة اليوم. إنها رسالة تهنئة من استراليا. كيف عرفت ذلك؟ من الطابع. لقد رسم عليه الكنغر فهو يرمز إلى استراليا. واضح؟ لماذا نضع الطوابع على الرسائل؟ الطابع مهم لمعرفة المكان الذي أرسلت منه الرسالة، حيث نشتري الطوابع من مكتب البريد ونضعها على الرسائل والطرود البريدية فيوصلها الساعي. ولماذا ندفع ثمن الطوابع؟ النقود التي ندفعها ثمناً للطوابع هي أجور كلفة وسائل النقل وسعات البريد الذين يتعبون كل يوم لإيصال الرسائل إلى أصحابها. ألكل بلد طابع خاص؟ نعم، لها طوابع خاصة بها ترمز إليها. ألا تذكرين رسوم بعض الطوابع التي أحتفظ بها؟ طيور، فراشات، وحيوانات أخرى. جيد جداً. هناك أنواع كثيرة من الطوابع في العالم، ولكن إذا أردت إرسال طرد كبير وثقيل فعليك أن تضعي أكثر من طابع عليه. أما إذا أردت إرسال رسالة فعليك إلصاق طابع واحد عليها. سوف أرسل رسالة إلى خالتي وأشكرها. سأضع الطابع هنا. أحسنتي، هذه هدية عيد ميلادك. ما هذا؟ إنه دفتر طوابع. كثير من الناس لديهم هواية جمع الطوابع، ومن اليوم ابدأي بهذه الهواية. واعلمي أن الذي ابتكر الطابع رجل يدعى بيري بلاك. ولكن تذكري أن تأخذي الطابع الذي على رسالة خالتك ليكون الأول. أنا سعيدة لأني سأملأ وقتي بهواية مفيدة. كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ أين لماذا؟